بحث عن الحرية تصارع صديقتان قيود الأسرة الحي والمدينة للظفر بالاستقلالية تحت عنوان سيحبوننا الاثنين. هو ليس عنوان فيلم بل عنوان الرواية الفائزة بالجائزة الأدبية الإسبانية نادال للرواية في دورتها 77 لكاتبتها المغربية نجاة الهاشمي. الكاتبة المتوجة نجاة الهاشمي التي ازدادت بمدينة الناظور عام 1979 كتبت روايتها سيحبوننا الاثنين باللغة الإسبانية والكتالانية، وتوجت عنها خلال الحفل التقليدي الذي حضره عدد قليل من المدعوين من النخبة الأكاديمية والإعلامية في برشلونة بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها الحالة الوبائية العالمية. الكاتبة المغربية أبدعت قبل اليوم في عدد من الروايات السابقة، نذكر منها رواية البطريرك الأخير التي حازت أيضاً على جائزة رامونيول التي تعتبر أحد أهم الجوائز الأدبية بجهة كاتالونيا. ولنجاة الهاشمي عدة أعمال روائية أخرى، منها أنا أيضاً كاتالانية، صائد الجسد، والفتاة الأجنبية. باش يوصلك جديد شبابنا، دير ابوني القناة، جيم الفيديو وفعل الجرس. شكراً.